مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة. والبداية من السؤال الذي طرحه موقع يمن مونيتور في صفحته الرئيسية، وقال فيه: لماذا يستعصي الحل السياسي في اليمن؟ ويجيب الموقع: مرت 3 أشهر على إعلان مبادرة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حيث لم تصل الجهود السياسية في اليمن إلى أي طريق، ويبدو واضحا ذلك التشظي في الرؤية الغربية التي تقوم على تفكيك المشتركات والاستغراق في الدوائر الصغيرة في حل سياسي يتباطأ كلما اشتد التحشيد العسكري للمواجهات. ويقول الباحث السياسي اليمني محمد جميح إن هناك يأسا لدى الحكومة الشرعية والتحالف العربي من أن الحوثيين سينجزون حلا سياسيا، وأن التغييرات التي أجراها الرئيس هادي في الجيش تشير إلى التحول الذي جاء متأخرا. أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة إبراهيم فريحات يحيل استعصاء الحل في اليمن إلى عدم وجود كفة راجحة وتقارب موازين القوى، الأمر الذي يؤدي إلى الجمود، لافتا إلى أن التحالف العربي منذ 20 شهرا لم يحدث اختراقا عسكريا سوى في عدن، لكن ذلك لم يحدث في أماكن أخرى مثل تعز ومأرب. كلما واجه المخلوع صالح أزمة جديدة كرر طلبه القديم، وهو فتح باب الحوار مع السعودية، وهو الباب المغلق دائما مع من يقتلهم في الداخل. ووفقا لموقع الموقع بوست، فإن المخلوع صالح يواجه مأزقا حقيقيا فيما يتعلق بطموحه السياسي والمستقبل السياسي لعائلته، ويظهر ذلك جليا من خلال تكراره المطالبة بأن يكون هناك حوارا مباشرا بينه وبين القيادة السعودية، ويتكرر ذلك الطلب كلما ازدادت خلافاته مع الحوثيين. ويتابع الموقع: توالت خسائر المخلوع صالح منذ العام 2011 وحتى الوقت الحالي بشكل تدريجي، حيث خسر منصبه كرئيس وخسر كثيرا من القيادات السياسية والعسكرية التي كانت متحالفة معه، وخسر الجزء الأكبر من الألوية العسكرية التي كانت موالية له من أفراد وعتاد. ووفقا للموقع، لم يتبقى للمخلوع سوى عدد من الميليشيات وبعض صغار المشائخ القبليين، وخسر علاقته مع السعودية ودول الخليج. يتابع الموقع: إنه حتى في حال حصول توافق سياسي برعاية دولية رغم استحالة ذلك، فإن عائلة صالح لن يكون لها أي نفوذ مؤثر، لأن التوافق سيكون بين أحزاب وليس بين عائلات، بمعنى أن المخلوع صالح هو وعائلته الطرف الوحيد الأكثر خسارة في كل الأحوال، ولهذا السبب فهم يتشبثون بالحوار المباشر مع السعودية باعتباره الأمل الوحيد. الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات تحول دون أي سلام ممكن، فالمعتقلون الذين تعرضوا لكل أشكال التعذيب والإهانة وتفجير البيوت والفجور الفاحش في الخصومة والتفنن في تقسيم المجتمع وتوسيع دائرة الحرب لتشمل المدينة والقرية واختلاق الثارات الأبدية. هكذا بدأ محمد عمراني مقاله المنشور في يمن مونيتور تحت عنوان: سلام يوشك أن يكون مستحيلاً. كيف يمكن أن نقنع الأسرة التي خسرت عائلها تعذيباً في السجن بالسلام وهي لم تعرف ما هي تهمة السجين المعذب؟ وكيف يمكن أن نجمع شتات بيت تم تفجيره أمام الناس بعنجهية تمنح المجتمع غضب الدهر؟ كيف يمكن أن تبعث التسامح في أسرة مهجر ترك وطنه قسراً وخسر تعليم أطفاله ونظام حياته؟ كيف يمكن لمدينة مثل تعز أن تنسى أن دبات الأكسجين حملت على ظهور الحمير، وأن نساءهم تم تفتيشهن على باب المدينة، وأن مدينتهم كادت تموت من العطش، وأن أطفالهم اغتالتهم القذائف على الطرقات؟ وكيف يمكن لأسرة شاهدت أطفالها يحترقون بلهيب قذائف الطائرات والصواريخ أن تتفهم خطط السلام؟ كيف يمكن لهذه الشروخ أن تلتئم وتعود الحياة في هذا الجسد المتشظي؟ أي مورد هذا الذي أوردتنا إليه هذه الكائنات؟ وأي جحيم صلونا به واصطلوا بلهيبه؟ سنحتاج من أجل السلام إلى سنين طوال،
تتعدى هذا الجيل المثخن بالحرب والمصيبة إلى أجيال أخرى لا تحاصرها ذكريات الحرب والحصار والبارود والموت المتجول في كل مكان. وإذا كانت الحروب التي خاضها اليمنيون في الثمانينيات والتسعينيات لا زالت تلقي بظلالها إلى اليوم، فكيف بهذه الحرب التي لم تدخر دينا ولا عرفا ولا قانونا إلا انتهكته؟ ما أكثر الثمن الذي دفعناه ودفعوه، وما أقل ما حصلوا عليه وأزهده، وما كان أغناهم عن كل ذلك لولا البغي والعدوان وخفة العقول، لو كان لبعضهم عقول. ما يزال الغموض يكتنف قضية اختطاف الصحفي وحيد الصوفي، وما تزال زوجته وابنتاه يبحثن منذ أكثر من عام ونصف عن أي معلومات عنه. أين هو؟ في أي مكان محتجز؟ وما هو مصيره؟ يقول موقع المصدر أونلاين: طرقت الأسرة كل الأبواب، سألت عنه في إدارة البحث الجنائي والأمن والنيابة العامة ووزارة حقوق الإنسان، وحاولت أن تجد من يساعدها من المنظمات الدولية العاملة في اليمن كالصليب الأحمر الدولي ومكتب المبعوث الأممي بصنعاء والعديد من المنظمات الحقوقية اليمنية والعربية والدولية. لم يكن وحيد يحمل سلاحاً ولا في ساحة المعركة حين تم اختطافه، وبحسب المعلومات التي تم تداولها كان يقف في طابور بمركز بريد التحرير في العاصمة صنعاء لتسديد فاتورة هاتفه. حينها باغته مسلحون بلباس مدني وأخذوه عنوة إلى سيارة لا تحمل لوحة معدنية واقتادوه إلى جهة مجهولة لا يعلم عنها أحد. وحسب تصريح الصحفي نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين للمصدر أونلاين، فإن قضية وحيد الصوفي تعتبر من أخطر القضايا التي تعرض لها الصحفيون في اليمن، كونه من أوائل من تم اختطافهم، ومنذ يوم اختطافه حتى الآن لا أحد يعرف عنه شيئا، ولم يستطع أحد أن يتوصل إلى مكان إخفائه. وفقا للمصدر أونلاين فإنه سبق للأسرة أن تلقت معلومات عن وفاته في السجن تحت التعذيب، كما تلقت معلومات عن وفاته تحت القصف، لكن الأسرة ما تزال تتساءل: هل مات وحيد؟ موقع الاشتراكي نت يتحدث عن الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تواجه اليمنيين، وعنوان الموقع: بندغر سبع لجان وزارية ستباشر صرف المرتبات للجيش والأمن خلال أيام. أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بندغر أنه تجري بصورة حثيثة في مجلس الوزراء الترتيبات اللازمة لصرف رواتب جنود وضباط القوات المسلحة والأمن. وقال بندغر: ستتوجه خلال الأيام القادمة سبع لجان وزارية إلى المناطق العسكرية، يترأس كل لجنة منها وزير للإشراف على صرف مرتبات الجنود والضباط للجيش والأمن في المناطق العسكرية السبع والمحافظات، وتمثل فيها كافة الوحدات المستهدفة من الصرف لضمان وصول المرتبات إلى كافة المستحقين، وبمشاركة فعالة من هيئة الأركان العامة وقادة المناطق العسكرية. يتابع الموقع: تعد هذه المرة الأولى التي تتولى فيها الحكومة صرف مرتبات الجنود على مستوى اليمن كلها منذ عام ونصف، عندما انقلبت ميليشيا الحوثي وصالح على الشرعية والاستيلاء على السلطة وعاصمة البلاد. شعار الموت لأمريكا ظل اللافتة التي يجيش بها الحوثيون أتباعهم ومن يضحكون عليهم بالعداء المزعوم لمن كانوا يسمونهم مثل داعمتهم إيران بالشيطان الأكبر. هو عداء لفظي فقط، أثبتت الأيام أن الطرفين سمن على عسل. هذا ما بدأ به مأرب الورد، مقاله المنشور في يمن مونيتور. الحوثيون كوكيل محلي لطهران في اليمن استوردوا منها هذا الشعار مثل غيره من الأفكار والأدبيات. الموت الذي يزعمون أنهم يهدونه للأمريكيين يحصد أرواح اليمنيين ويختطف الأحياء منهم ويدمر مقدرات دولتهم، وهذه هي الجغرافيا التي يقاتلون فيها منذ بدأت شرارة الحرب الأولى مع الدولة عام 2004 في محافظة صعدة. خلال مقابلته مع إحدى وكالات الأنباء الإيرانية، برر محمد علي الحوثي لقاء وفدهم في مسقط بوزير الخارجية الأمريكي بأنه نتيجة لما وصفه بصمودهم الذي جعل الأمريكان يرضخون لهم، وهو يعلم جيدا أن اللقاءات لم تنقطع بين الطرفين منذ بدء الحرب، وليس صحيحا أن اللقاء الأخير نتاج للصمود المزعوم.
وفي مسقط أيضا كان وفدهم مبتهجا بالهدية التي قدمها لجون كيري، وهي إفراجهم عن مواطن أمريكي اعتقلوه بتهمة رفع إحداثيات للتحالف العربي، في حين يرفضون إطلاق سراح المختطفين اليمنيين بحجة تأييدهم لما يسمونه العدوان الأمريكي. أمريكا ليست جغرافيا اليمن، حتى تواصلوا خياركم الانتحاري بالحرب للنهاية، وفي الأخير لن تنتصروا بعد كل هذه التضحيات الكبيرة، ولا يمكن أن يعود التاريخ إلى ما قبل ثورة 26 من سبتمبر عام 1962 مهما طال أمد المعركة. موقع الصهاريج نيوز عنوان في صفحته الرئيسية: مواطن يستعيد مزرعته بعد 50 عاما، ويسرد الموقع في التفاصيل أنه في العام 1969 اشترى أحد المواطنين في عدن قطعة أرض في منطقة جعولة بمبلغ 2150 دينار، بعد ذلك تمت مصادرتها في العام 1972 وتم البسط عليها من قبل أحد العمال الذين كانوا يعملون في المزرعة. يتابع الموقع: من قام بالبسط على المزرعة أقدم على توسعتها وأضاف 37 فدانا آخر ليصير مجموع مساحة المزرعة الكلي 62 فدانة، ولم تتم استعادة الأرض إلا بعد أن دفع الملاك ثمنا جديدا. فقد قتل أحد أفراد الأسرة والذي كان متواجدا في المزرعة قبل الاعتراف الرسمي بملكية الأرض من قبل المحكمة. موقع المشاهد نيوز أورد العديد من عناوينه في صفحته الرئيسية وقال: جنود يقاتلون مع الحوثيين تحت ضغط زناد الكلاشينكوف، وعنوان من صنعاء: قبائل تستنفر، الحوثي وصالح الأكثر تجنيدا لأطفالنا. ومن عناوين الموقع: تنظيم القاعدة يعدم 5 أشخاص بتهمة التجسس لأمريكا. خرج العشرات من أهالي مدينة الحوطة بلحج بمختلف انتماءاتهم في تظاهرة للتضامن مع أولياء دم الضحية عبير عبد الرحمن التي قتلت منذ أيام، ورفع المتظاهرون الذين طافوا شوارع المدينة شعارات منددة بالجريمة ومتضامنة مع أهالي الضحية، وطلب المتظاهرون السلطات المحلية والقضائية بسرعة اتخاذ الإجراءات في القضية التي يتهم فيها زوجها. جولتنا المصورة تنقل جزءاً من تظاهرات التضامن والتي وردت في عدن الغد. إذن قبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. حين تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة. ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. مرونا معكم في كشك الصحافة وإلى صحيفة العرب الجديد، والتي قالت في أحد عناوينها: تحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة في تعز. تقول الصحيفة: حذر ائتلاف الإغاثة الإنسانية في محافظة تعز من كارثة إنسانية وشيكة تهدد مئات الآلاف من الأهالي إذا لم يحصل أي تدخل سريع وعاجل لإنقاذ المدينة في المجالين الصحي والغذائي. ونقلت الصحيفة استغراب الائتلاف تجاهل نداءات الاستغاثة الإنسانية المتكررة التي أطلقها خلال الفترة الماضية منذ الكسر الجزئي للحصار وحتى اليوم، على الرغم مما تعانيه المدينة. ودعا الائتلاف في بيان صادر عنه الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية المختلفة
إلى سرعة التدخل وإيصال المساعدات الإغاثية الإنسانية للمتضررين في مختلف مناطق المحافظة. ومن تعز أيضا عنونت صحيفة الخليج الإماراتية: الميليشيا تحرم 9500 طالب من التعليم، حيث قالت منظمة رفع لتنمية حقوق الطفل إن حوالي 9500 طالب منقطعون عن التعليم في مديرية الصلو جنوب شرق محافظة تعز بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي وصالح على المديرية منذ مطلع أغسطس الماضي. وذكرت المنظمة في بيان لها أن 14 مدرسة في عدد من مناطق المديرية أغلقت أبوابها بشكل كامل جراء الحرب التي تسببت في نزوح عدد كبير من الأسر إلى المناطق المجاورة. وحذرت المنظمة من حرمان عدد كبير من الطلاب من نيل حقهم في التعليم الذي كفلته لهم القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية. صحيفة الاتحاد الإماراتية ذكرت أن الأجهزة الأمنية في مدينة عدن أعلنت عن ضبط خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر متخصصة في تنفيذ عمليات الاغتيال، حيث قال القائم بأعمال مدير شرطة الشيخ عثمان العقيد باسم كردة إن قوات الأمن داهمت أحد الأوكار الإرهابية في المنطقة وضبطت 6 أفراد من الخلية الإرهابية التي كانت تتمركز في ذلك الموقع، موضحا أن التحقيقات الأولية أكدت أن الخلية متخصصة في تنفيذ عمليات الاغتيال بحق قيادات أمنية وعسكرية ومحلية في عدن، وأنها كانت تستعد لتنفيذ عملية اغتيال بحق محام في مديرية المنصورة. إذن حين ينجلي الليل وينكسر القيد، تحت هذا العنوان كتب صبحي غندور مقاله المنشور في صحيفة البيان: لا أعلم لما تراود ذهني صورة أتخيل فيها العرب أشبه بمساجين في معتقل كبير، ومدير السجن وأوكلاؤهم الضباط يتركون للسجانين حرية الحركة في التعامل مع المسجونين في زنزانات متفاوتة الدرجة والكدمان. هكذا هو حال الأمة العربية اليوم، وما فيها من انشداد كبير إلى صراعات داخلية قائمة، وإلى مشاريع حروب إقليمية قاتمة، واستغلال إسرائيلي كبير لهذه الصراعات والحروب. وضحايا هذه الصراعات العربية ليسوا فقط من البشر والحجر في الأوطان، بل الكثير أيضا من القيم والمفاهيم والأفكار والشعارات. فالدين والطائفة والمذهب كلها تسميات أصبحت من الأسلحة الفتاكة المستخدمة في هذه الصراعات، كذلك العروبة والوطنية، فهما الآن أيضا موضع تفكيك وتفريغ من أي معنى جامع أو توحيدي في الوقت نفسه الذي يتم استخدامهما لصراعات مع جوار عربي أو إسلامي. والحرية والديمقراطية أصبحتا مطلبين يتناقضان الآن، فالنماذج الديمقراطية المعروضة أو المفروضة تقوم على قبول بالوصاية الأجنبية على الأوطان من أجل الحصول على آليات ديمقراطية في الحكم. وفي هذا الزمن الرديء ضاع مفهوم الشهادة، حيث امتزج القاتل والإرهابي مع المقاوم والثائر، وتحول الدكتاتور المشنوق أو المذبوح أو المستمر بالحكم إلى رمز قيادي للأمة، وأصبحت المحاكم العربية والدولية هي نفسها بحاجة إلى محكمة وعقاب. ومن الأخبار الدولية التي تابعتها صحيفة البيان الإماراتية، عنونت الصحيفة: 400 مليون يورو لتمويل برنامج استكشاف المريخ. ديفيد باركر منسق رحلات الفضاء الأوروبية قال إن وكالة الفضاء الأوروبية تعتزم دعوة الدول الأعضاء لتوفير 400 مليون يورو إضافية لتمويل برنامج استكشاف كوكب المريخ، وذلك خلال مؤتمر مقرر عقده الأسبوع المقبل. يذكر أنه من المقرر إطلاق برنامج إكسو مارس لاستكشاف كوكب المريخ بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية بهدف استكشاف كوكب المريخ على مدى 4 سنوات لتحديد طبيعة الكوكب والبحث عن أي أدلة على وجود حياة سابقة أو حالية على سطحه. تضيف الصحيفة أن الخبراء يقدرون التكلفة الإضافية لبرنامج استكشاف كوكب المريخ بحوالي 300 مليون يورو. وإلى صحيفة القدس العربي والتي أوردت في صفحتها الأخيرة الخبر الأكثر اطلاعاً: البوسنة تمد العالم بكلاب الكشف عن الألغام. وتقول الصحيفة
يعمل مركز تدريب الكلاب الدولي في عاصمة البوسنة والهرسك سراييفو منذ 12 عاماً على إنقاذ شعوب العالم من ويلات الألغام والمتفجرات. وعلى مدار 12 عاماً الماضية تمكن المركز من تدريب 500 كلب وإرسالهم لإنجاز مهمات في العديد من الدول حول العالم بهدف الحد من حوادث انفجار الألغام والتي زادت وتيرتها في العقود الأخيرة. وقالت مديرة المركز البوسني: يهدف المركز إلى مساعدة الدول في الكشف عن المتفجرات المنتشرة في أراضيها، لكن مع الوقت زاد الطلب ما دفعنا لاستقطاب مدربين جدد. وتضيف: عندما نتأكد أن حاسة الشم لدى الكلاب وصلت إلى الدرجة المطلوبة نبدأ في توزيعها على الدول. إذن في السياسة، المستقبل لهؤلاء. تحت هذا العنوان كتب محمد عثمان أحد مقالاته عن المستقبل وارتباطاته. غاندي، مارتن لوثر كينغ، مانديلا وغورباتشوف تكمن أهميتهم السياسية والأخلاقية عموماً في أنهم سعوا إلى تحرير الإنسان، إنسان بلدهم، ليس انطلاقاً من منظور الطبقة ولا المذهب ولا الدين ولا الطائفة ولا الجهة، ولكن من وجهة نظر الضمير الإنساني عموماً، بعد أن مكنتهم تجاربهم الروحية العميقة من التحرر من قيد ذوبانهم وتناهيهم في هذه الوحدات الصغيرة، ومن ثم الذهاب للالتقاء بالإنسان على مستوى قيمه العامة التي تجد تمثيلها في قاعدة أخلاقية كهذه: لا تعامل غيرك بالطريقة التي لا تحب أن تعامل بها. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هؤلاء لم يكونوا يتصرفون باعتبارهم ممثلين لناس بلدانهم ولا لجزء منهم، لكن باعتبارهم ممثلين للإنسانية في بلدانهم. بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.